عيشنا كثير كثير اليوم فعاليات الاحتفاء بعام اللوبيل الماسي والذي يقام تحت رعاية الرئيس تقديرا لدور النقابة ولرسالة الصحافة. تعمدنا ألا تتحول هذه المناسبة إلى مجرد لفت نظر لقيمة نقابة ضمت في صفوفها على مدى تاريخها المئات من رموز جيش القوة الناعمة لمصر التي قادت حركة التنوير في محيطها العربي والإقليمي، أو اقترار لحكايات عن معارك وعطاء قدمته دون مقابل أجيال وراء أجيال، مع أن كل هذا يستحق أن يعرفه الجيل الحالي الذي يتسلم الراية ويستقبل المهمة، وحتى نحفظ للذاكرة النقابية حقوق الملكية الفكرية التي يحاول البعض أن يطمسها أو يزيفها أو يقلل من أهميتها. إننا نريد أن نجعل من هذا الاحتفال نقطة انطلاق جديدة نحو القادم، وأن يقدم أصحاب الحق في هذا المستقبل رؤيتهم في واقعهم الحالي، وأن يتلمسوا تقديم الإجابات القادرة على أن تزيل همومهم وهموم مهنتهم. لذلك كان إصرار مجلس النقابة على أن يتزامن مع هذه الاحتفالات عقد المؤتمر العام الخامس، كان آخر مؤتمر عام 2004، وذلك لمناقشة قضايا الصحافة والصحفيين ابتداء من إعادة بناء نظام الإعلام الجديد ومرورا بالحريات والتشريعات الصحفية. الصحافة ليست ملك للصحفيين فقط، ولكنها ملك لكل المصريين. احتفلنا اليوم وجودنا النهاردة بيقول رسالة للعالم كله ان مصر حرة بصحافتها. الصحافة لا شك انها في حكم المهنة في كل المجتمعات اللي في حالة انتقال او تطور او تغير، وفي بعض المجتمعات المستقرة اي كاشف الحقيقة بيبقى مهدد، اي كاشف للرأي الاخر بالضرورة بيتعرض لتحديات. مصر تتعرض لواحدة من أخطر مراحل التحول في تاريخ المعاصر كله. شاهد التحولات ضخمة جدا في خلال 5 أعوام، هذه التحولات لم تنتهي بعد، قطعا أثرت على قطاعات المجتمع كلها.